مساء الخير شباب، يعطيكم العافية. أول شيء أنا حاعطيكم دروس عن الدفاع الشخصي. شو هي؟ الدفاع الشخصي في حال تعرضتوا لسرقة، لمسلحين، لزعران، كيف بنتعامل مع هيك سيتويشن؟ شو هي كوتش؟ سيتويشن، موقف صعب نحطت فيه، لازم تلاقي حل للموضوع بأسرع وقت. أول شيء حنتعلمه بهيدي السيشن. شو هي؟ السيشن ما خلص. أول شيء نحن هون ما نضلنا فول فوكس، يضل الرفلكس عنا أو كتير وما حدا يتقلني شو الرفلكس. حنبلش بإكزامبل عشان نفوت دغري على صلب الموضوع. أنت هون قرب شوي، كيفك؟ الحمد لله. أوكي، هجم علي منه مسلح ويضربني بشو؟ بالبوكس. أول شيء حأعطيكم الكورس على البطيء عشان تشوفوه مزبوط على البطيء. نحن فيرست ستيب شو بنعمل؟ جرب نزيح من حد البوكس، من تحته نكمش المعصم، نلوى الايد، نجيبها هيك وبنشفقه من حبه من ورا. حركه الزكي شان. هلا حنعمل الموضوع اللي شفتوه على السريع. طول روق شوي، خلينا نركز. جرب اضربني بوكس، طول بالك شوي. ما بدي عد لثلاثه، طول بالك. وليش بدك كيف تركيز يعني؟ ما عم بطلع بالشباب بعدني انا. 3-2-1 بوكس. روح شوي، طول بالك بس انت بدقيقه بس، خلص زعر محلك، زعر محلك. انا ما حبيته هالصبي لما اجى. انسوا البوكس، البوكس اصلا شيء ولادي وما عرف شو استعمل. خلينا نحكي بالسكينة. هجم على اي حدا بالسكينة، تفضل انت. تفضل. انت مع السكينة. كمان على البطيء حنعملها. جرب اضربني اياها على البطيء. زحت، كملت، ها، وقعت، بنزل، بلمها وبعطيه اياها. بس ليه بدك تعطيني اياها؟ لانه انا كوتش وقوي كثير، بقدر ارجع اسلحك اياها. اوكي؟ حنعملها على السريع. جرب اضربني السكينة. فشلت يا كوتش، فشلت. فشلت، كنت لازم تصدع. طبعا مثل ما شايفين هلا السكينه بطلت بايده. وين السكينه؟ بكتفك. السكينه بكتفك. شيل شيل شيل. مش عم تطلع. شيل خف ايدك شوي. السكينه هاي ضربه واحده. عادي ضرب السكينه بصير. حنشيل بس شريان الاهبر. لا لا شوي 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 حصل خير. شوي 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 مش شوي مش شوي 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 ايزي. ضرب السكينة هيني. هيد درس في حال حدا قادر يكون معه مسدس اللي هو البيستول. في حال حدا كان معه مسدس، مرو بتعرف تستعمل المسدس عادي، ماشي خرطيش. اوكي، صار بقلبه هون رصاصة. انت تقوشني عرض بطيء، حمل علي المسدس. اول شيء بعمله بزيح من درب المسدس، بكمش له ايده من هون بهيك، تنزل، وقع المسدس، بنزل بلمه سواء من قطع نفسي لانه السكينه اكلتها بصدري، بطلع بالمسدس وبعطيه المسدس. سأل نفس السؤال الغبي اللي ساله، انا كوتش بقدر اخلص حالي، انت بدك تقوشني. يا كوتش قوم 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 اللي هو معروف عنا هون بالكلاسيك.
انت بعد ما جرب. هلا الكلاسن غير المسدس طبعا، فبده يكون في شو ديستنس بيني وبين، فهوافونيك نعتبر انا واقف بعيد عن بهالمسيف. هلا انا مره على البطيء، هو رفع علي الكلاسن، رده الفعل الاولى برفع ايدي اصابيع العشره ليه اختعوا، قرب عليه شوي شوي انه ما تقوش ما تقوش مستسلم لصير شو عبود الكلاسن. بليح عمبود الكليشن بكمثله هيك، حط ايدي من هون وطي هيك كل تقلي اشنو الكليشن هيك، بيوقع الكليشن على الارض وطي لم الكليشن وبرجع له هيك. ليه؟ لانه انا كوتش وبقدر سيطر على كل المواقف. هلا حنعيد على الثاني. كوتش رواق انت؟ لفوا بالسجادة. خلاص يلا.